أنا نشوى السلوي من اليمن، وأنا أتفق مع الأطروحة التي تقول بأنه يجب أن يدرس الدين الإسلامي في المناهج الدراسية، وذلك لما له من أثر كبير في بناء أخلاقيات الطلاب وفي تصحيح السلوكيات لدى الطلاب، ولكن يجب وضع المنهج بطريقة ممنهجة بطريقة علمية، بحيث أنه يتم تطبيق الدين بجانبه السلوكي وبجانبه المعرفي وبجانبه الأخلاقي. ويجب أن يكون الكادر القائم على عملية تدريس أو شرح الدين شخص مثقف، شخص عنده رؤية واسعة، شخص لديه خلفية كبيرة عن الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو أي دين يتم طرحه في يعني في أي مجتمع، لأنه لكل مجتمع دينه، والدين بشكل عام منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وكل الكتب السماوية نزلت لأجل تهذيب وتقويم سلوك الإنسان.